اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. يوم الاحد من كل اسبوع الاكل الصحي، يعني صحتك في اكلتك، والاكله طبعا الحلوه، وان احنا نهرب من الدهون اللي موجوده فيها والزيوت اللي موجوده فيها، ده مهم جدا. ويقول لك الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. خلونا نشتغل على حته الوقايه خير من العلاج، ان مطبخنا يكون مطبخ صحي وفيه اعتدال لاستخدامنا للمواد بتاعتنا، سواء زيوت او دهون او الماتيريال بتاعنا مكونات الاكله. معايا كبد فراخ النهارده، عايز اعملها مشويه بدبس الرمان. ايه الماده الدهنيه اللي هستخدمها هنا؟ معلقتين زيت زيتون، معانا دبس الرمان، مع فصين ثوم، قرن فلفل حار ما نحرمهاش. هنعمل كبد مشويه بدبس الرمان، صحيه صحيه، نقدر نقول بنسبه 80%. معانا مافن الكنوه، الكنوه دي طبعا يعني يمكن سعرها غالي شويه، بس هي متواجده دلوقتي في كل السوبر ماركات. بتجيب الكنوه، في منها الابيض، في منها المخلوط ابيض واسود، في اسود بس. فالكنوه طبعا حبوب، هنعملها النهارده مع بعض مافن مع الخضار، بروتين تشكيله من الخضار في ليفر وطعم، مكوناتنا في البيض الجميل، الشوفان ممكن يتدخل في الموضوع، تبقى لطيفه وجميله. معانا النهارده كمان سلطه الخس الجميله بخل التفاح، هنعملها مع بعض ازاي؟ اكيد برضه هيكون لها فكر طهوي بسيط وسهل. والسلطات من الحاجات المفيده جدا في التخلص من الكوليسترول، سواء مكوناتها مع خل تفاح او الحامض اللي هو عصير الليمون. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتيره في الحلقه، بما ان الاكل صحي ممكن الماتيريال هنا في متناول الجميع، بس التفنن والابداع الطهوي في ان انا اعمل اكل صحي ده مجهود كبير على فكره. وبما ان انا دارس تغذيه وفاهم انا بعمل ايه وبحط ايه على ايه عشان في الاخر يديني ايه، دي حدوته وحكايه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لها، اوعى تروحوا بعيد تابعوني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. مافن أو قالب المافن حطيناه في الفرن في درجة حرارة 180 كالعادة. التايم بتاعنا تقريبا، الصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها، تقريبا من 30 ل 35 دقيقة في الفرن. هناخد بعضينا وتعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل كبد الفراخ المشوية بدبس الرمان. معانا كبد فراخ ومعانا دبس الرمان، قليل من الشوفان، معلقتين شوفان، ثلاث معالق شوفان، هي التركية كده. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ومعانا معلقة دقيق، ومعانا التوم وعصير ليمون، والمقادير على الشاشة لا تتعدى أصابع إيدك العشرة، ولكن الوقاية خير من العلاج من إيدك. الوقاية خير من العلاج من إيدك، واستخداماتك وطريقتك في المطبخ وأسلوبك في المطبخ وثقافتك في المطبخ، وإنك تتابع الشيف المغازي على القناة الأولى، هو كل ده مفاتيح السعادة الزوجية يا ست الكل، يا هانم يا ست الهوانم، هو المطبخ. تعالوا نشوف نتبل الفراخ الأول قبل كل حاجة. كبد الفراخ نتبلها مع بعض. حلو؟ اه، تتبيلة بسيطة وسهلة. ادي كبد الفراخ، خلي بالك حذاري، واكتبيها على باب التلاجة، وممنوع منعا باتا. تغسلي الكبدة بمية سخنة، تتغسل بمية ساعة، والكبدة تتغسل وهي سليمة قبل التقطيع مش بعد التقطيع، اكتبيها كده على باب التلاجة، غسيل الكبدة قبل التقطيع مش بعد التقطيع. الكبدة هنا بالشكل ده كده، باخد عود روزماري حلو لطيف وجميل زي ده كده، الله، روزماري مع الكبدة، فص ثوم، شوية الملح الحلوين، شوية الفلفل الأسود الحلوين. خلي بالك في طاسة بتسخن على النار، بس الطاسة دي غير الطاسة اللي بنعمل فيها الكبدة الاسكندراني، طاسة عادية مسطحة. حلو؟ كبدة كبدة الفراخ بتحب الكمون، حط شوية كمون، شوية بابريكا. تبلت الفراخ، تبلت كبد الفراخ. على فكرة التوابل من الحاجات اللطيفة الجميلة اللي بتنشط الجهاز الهضمي، عشان نبقوا عارفين كويس.
عصرة ليمون، كده مفيش زفارة في الكبدة خالص. الناس اللي بترضاش تاكل كبد الفراخ عشان فيها زفارة، معلقة خل صغيرة، وأقلب الكبدة دي بالتتبيلة دي، وأقلب الكبدة دي بالتتبيلة دي زي ما أنا شغال كده. اوعى تحط زيت عشان أنا هعمل تركاية دلوقتي مهمة جدا، حذاري إنك تحط زيت يا ست الكل. واسيب التتبيله وكبد الفراخ في قلب التتبيله والجوس ده كده، اللي هو عصير ليمون، معلقه خل صغيره، ثوم، روزماري، زعتر، ملح وفلفل، وشويه بابريكا. انا عملت هنا، خدت معلقتين من الشوفان مع معلقه دي، قلبتهم على بعض. ومعايا طاسه شديده الحراره على النار، هاخد الطاسه، هاخد الكبده مع الخليط اللي انا عملته ده كده، ونقف مع بعض هنا كده. حلو. ونشتغل مع بعض بشوية زيت زيتون في قلب الحلة دي أو الطاسة دي أهي. آخد العود الروزماري الحلو ده كده، بحطه في الطاسة كده، وآخد الكبدة بتاعتي دي كده. الله، جديدة دي؟ اه جديدة. كبد الفراخ مشوية بدبس الرمان. بعد التحميرة الحلوة دي كده، بطفيها بدبس الرمان مخلوط بعصير ليمون، بينزل على الكبدة بعد ما تتحمر. الله، دي ما بتاخدش وقت كبير في السوى، وحاجة جديدة وطريقة جديدة. حبها سبايسي، هات قرن فلفل حار وحطيها معاها. حطيت الروزماري ليه؟ المخرج بيسألني عشان يدي فليفر وطعم للروزماري، والدليل على كده بنلاقي الناس المحترفين مع زيت الزيتون يحط روزماري، مع بعض المخللات يحط روزماري، عشان الفليفر بتاع الروزماري مع زيت الزيتون بياخده في حتة تانية خالص. مطبخنا بسيط وسهل، مكوناته في متناول الجميع، بيعتمد على البركة، أكلة الأم من أصابع إيديها الخمسة والعشرة. الشوفان مع الدقيق، تحمست الشوفان بقى مع الكبدة، تحس إنك أنت بتاكلها بالفستق الحلبي أو لوز، يا مزاج اللوز. زي الفل. نشيل كل ده من هنا، نحضر دبس الرمان. كل دول زي الفل، ترويع على المطبخ بتاعنا الطبيعي. وانت مطلوب منك ده على فكره، مطبخك يبقى رايق اول باول، تقعد في وسط ولادك، تقعد على الطبليه، تقعد على السفره في وسطيهم عشان تسمعي كلمه حلوه، تسلم ايدك يا ماميتو، تسلم ايدك يا امي، وهكذا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنقلب هنقلب الكبده واحده واحده واحنا مع بعض كده. نعم يا غالي، نبص بصة ما نبصش ليه؟ عايز تبص على المافن حابب ولا تحرق على الكبدة؟ حاضر حاضر عيني، حاضر اهو. بص على الحلاوة دي كده بقى، اهو ده. ايه الحلاوة دي؟ لا الروزماري ده اشيله كده، مش عايزه بقى خلاص. خلاص خدت الطعم بتاعه، شكرا، وسع السكة شوية. دي جديدة يا شيف والله. غلفت الكبدة، كفر الكبدة بالشوفان ومعلقة الدقيق، خدت التحميرة، بقت كريسبي في التحمير أو في الشوي. الوقاية خير من العلاج، اختار يوم في الأسبوع، احنا اخترنا الحد من الأسبوع اللي هو تاني يوم من الأسبوع، بنعمل أكل صحي. انت اختار اليوم المناسب ليك، مش لازم يكون الحد، بس لازم تمسكي ورقة وقلم وتركزي شوية في مكونات الأكلة. بعمل كبسة، إيه مكونات الكبسة؟ الشيف المغازي عملها قبل كده صحي أو دايت بنسبة 60%، أنا دايماً بتعدى نسبة 50% اللي هي المرحلة الثالثة من التنسيق،
خلينا في المرحلة الثانية من التنسيق والمرحلة الأولى بنسبة 60%. الرز يتعامل كبسة إزاي؟ مع الكبسة الرز يتسلق ياخد غلوة على النار، نخلص من النشويات بتاعته ونحتفظ بالرز على جنب. نختار اللحمة نسبة الدهون فيها زيرو أو نسبة 5% دهون كده. أنا بكلمك على حاجات نخلص منها، استخدامنا للزيت بدل السمنة أو الزبدة في الكبسة وهكذا. بقت عندنا شوربة بنسبة تقريبا 80% ما فيهاش دسامة. الرز بتاعنا تخلصنا من النشويات بتاعته، ان احنا سلقناه في غلوه وتخلصنا من الميه. الخضار ضفت ودعمتيها بخضار زي كوسه اللي هي كبسه بالدجاج والخضار، كبسه باللحم الضاني والخضار، دعمتيها بكوسه، دعمتيها بجزر، دعمتيها بطماطم، دعمتيها بقرع عسلي زي ما انت عايزه. وكده بقت كبسه ايه؟ صحيه بنسبه كام؟ 90%، مرحله طب. حلو الكلام؟ الكبده على النار بتستوي بالشكل ده كده، ضمتها لبعضيها عشان اعمل عمليه احتباس للبخار، عشان هنزل دلوقتي عليها بزغروطه حلوه زي ما هي كده شغاله. بجيب بوله بحط في البوله دي يا عم الشيف وانا شغال كده، معلقه توم نيه، دبس رمان، حلوه قوي. بس خلي بالك ده لما ينزل على الكبده بقى وهي متحمصه وهي مقرمشه حكايه. ده دبس رمان، ودبس الرمان على فكره قيمته الغذائيه عاليه جدا. اخواننا الشوام السوريين واللبنانيين كثير الاستخدام في مطبخهم. عصير ليمون حلو. هعمل ايه انا بقى؟ تركايه ودي مش موجوده في المقادير يا استاذه رحاب، ممكن تكتبيها. معلقه طماطم مبشوره اختياري هي دي بس خلاص، تدي حمار، تديني لون برونز حلو ولطيف. هنقلب الخليط ده كله مع بعض. مش هحط صلصه، حطيتش صلصه انا، حطيت ايه؟ معلقه طماطم مبشوره. اخبار الكبد ايه؟ خلاص. اخد الخليط بتاعي ده كده، الله على القوام. اخد الخليط ده كده واسقطه على الكبده، يلا واحده واحده كده. هو ده، الله. بالله عليك لو بتحبيني جربي الاكله دي، صحيه بنسبه كام يا شيف؟ انت اللي هتقولي مش انا. الله، انا عايز اقف جنب الطاسه دي ما اتحركش، شامم روايح جميله جدا. مطبخ رؤية، فن، إبداع. الوقاية خير من العلاج من إيدك. لما بقول الوقاية خير من العلاج من إيدك، ألف أنا وشفا. حلو قوي. المخرج سألني وأنا شغال بس ما جاوبتوش على السؤال ده، حبيت أجاوبه في الوقت المناسب. بيقول لي حطيت دقيق ليه مع الشوفان؟ أجاوب هنا بقى، دي الخبرة الطهوية بقى، سر في الطاسة والمغازي جاب الخلاصة. وجود معلقة دي مع الشوفان هتديني جوسي قوامه لزج، له قوام مع البهريز بتاع دبس الرمان. إذا الكبدة هنا هتتكفر أو هيبقى الكفر بتاعها دبس الرمان بوجود معلقة الدي. هتقولي الشوفان، الشوفان عنده شوية تناكة، ما بيدينيش الألياف بتاعته ولا المخالب بتاعته ولا الخيوط العنكبوتية بتاعته إلا بعد وقت كبير. والدليل على كده اطفالنا الحلوين اتفطمنا، حط له زبادي على الشوفان، حط له شويه حليب على الشوفان وحطهم في الثلاجه، من بالليل هيصبح الصبح ياكلهم يبقوا طريين وزي الفل. عرفت الشوفان عنده شويه تقل ازاي؟ والتقل صنعه. انا حطيت معلقه الدقيق مع الشوفان عشان تديني قوام للبهريز. نبص عليه كده، بص عليه مخرجنا الجميل، هو ده. شفت القوام جاب منين؟ هو ده. هو شفت القوام؟ هو ده. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف المافن اللي في الفرن. الكبدة هنا بتتدمس على النار مع دبس الرمان والخبرة والتركاية الطهوية. نرجع لسلطة الخس هنشوف نعملها مع بعض ازاي، والأكل النهاردة صحي. ولما بقول الوقاية خير من العلاج، احنا لما نعمل كنترول على أكلنا مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع، انت وشطارتك وانت وعزيمتك أكيد هنا هيبقى في وقفة مع أفراد الأسرة الصغير والكبير. فاصل، اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تفاصيل صغيرة مع كبد بالفراخ شربة من دبس الرمان شربانة حب خبرة طهوية تلاحظ ايه فيها كريسبي اهي بص عليها كده مخرجنا الجميل اهي اهي شوف الحلاوة دي كده اهي اهي يا فندم اهي 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 شوف الحلاوة شوف الجمال اهي كلها دبس رمان معلقة دي جاوبتك انا عليها حطيتها ليه طب نغرفها ازاي دي يا عم الشيف هو ده الكلام بتجيب سرفيس حلو كده شوفي بقى انا هاكلك حاجة حقوق الطبع لدينا وبس السبانخ او الجرجير لنا موقف معاه ايه الموقف بتاعه السبانخ ما بناكلهاش الا ناكلها مثلا يخنه السبانخ بالرز يخنه السبانخ بالعدس ايه الصوره الحلوه دي ايه الصوره المبدعه حلو قلب الصغير لا يتحمل فص الكبده معايا شويه سبانخ او جرجير اختياري هناخدهم كده عشان يشرب من دبس الرمان والبهريز بتاع الكبده نقوم ناكلهم سواء جرجير سواء سبانخ حلو الكلام اهو او هندباء هتقولي ما هي الهندباء هي السريس من خير ارضنا الريف المصري والصعيد المصري اللي بيستمتع بزراعه الارض المصريه هندباء او سريس من اغلى انواع المقبلات في المطبخ اللبناني خلي بالك احنا ربنا انعم علينا والله العظيم هندباء او سريس هناخد الخلطه الحلوه دي كده ونبدا نغرف الطبق ده كده بشياكه بسم الله الرحمن الرحيم زي الفل على الجرجير على السبانخ واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده خلي بالك مهم جدا ان احنا ناكل ولادنا سبانخ غنيه بالحديد شفت ازاي الخضروات الورقيه بالذات زي السبانخ زي الجرجير زي الخس اول ما بتشم ريحه بخار او سخونه او درجه حراره ايا كانت او خل او ليمون بتهبط بس بتستفيد من القيمه الغذائيه العاليه صدقيني بجد شويه الخضار اللي تحت الكبده دولت هتسيبي كل حاجه وتاكليهم انا عارف الصوره على الشاشه شهيه ماريه هنيه الله ايه الحلاوه دي يا عم ايه الجمال ده ايه الابداع الطهوي ده شويه البهريز دول انا عايزهم دول ما يتسابوش يا شفيق دول الحكايه دول الحدوته اهو الله كده اهو هو ده اهو البهريز ده طبعا اهو شفت دولك حكايه ينزل بهم كده على وش الكبده بتحب الشيف المغازي؟ بتتابع برنامج أكلة أمي؟ اعملي الكبدة دي النهاردة بالطريقة دي ما تنسيش معلقة الدقيق اللي اتحطيت على الشوفان هي السر هي التركاية بس خلاص هنشيل كل ده من هنا ونروع الكبدة بتاعتنا بألف هنا وشفا ولكن حط في الاعتبار مطبخك يبقى رايق اول باول عشان تقعد في وسط ولادك تسمع الكلمه الحلوه البوسه على الايد من اولادك من جوزك تسلم ايدك يا ست الكل عملتيها ازاي بفتح القناه الاولى شفت الشيف المغازي عمل كبده الفراخ النهارده بطريقه جديده الجارنش والبرزنتيشن ممكن يكون سلايز من الليمون او البرتقال حسب الرغبه معانا من معانا الاثنين ادي ليمونه حلوه ناخد الليمون ده كده الله يعني هي الكبده تحب الليمون تحب الفلفل الحار ده اختياري بقى دي بتاعتك انت في الليمون الكبير ده خدها كده يفرق الشكل هنا يفرق البرزنتيشن مهمة جدا الشكل مطلوب جدا ألف هنا وشفا للي ياكل حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل فيها معلومات أكل صحي وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة
الوقاية خير من العلاج. إزاي بإيدي عايز أصنع وأخلق مطبخ صحي اللي هو في البيت عندك كده. حلوين يا شباب، ديت نغرفها لك، هي لسه شوية سخنة على فكرة. حلو، خلي بالك. خلونا طبعا في عجالة كده نتكلم عن المطبخ الصحي. المطبخ الصحي مش محتاج ان انا اروح لدكتور تغذية واخبط عيادته واقول له اعمل ريجيم ازاي واعمل اكل صحي ازاي. لو كلمك من لمدة سنة انت مش هتعملي غير اللي في راسك. افتحي باب التلاجة، تابعي برنامج اكلة امي، انا دارس تغذية، هدلك وانصحك وانا هفكر معاكي وهخليك انت تختاري تعملي اي اكلة نفسك فيها بطريقة صحية بالدراسة. حتى المهلبية تعملها صحي. هتقولي ازاي يا عم الفيلسوف حليب من السوبر ماركت قليل الدسامة؟ هتستخدمي هنا بدل النشا شوية شوفان. نقعت الشوفان من بالليل في التلاجة بقى معاكي له قوام. هتحطيه على الحليب وتحطيه مغلوة على النار. هتحليه بمعلقة عسل أصبحت تقريبا بنسبة تعدي 80% صحي. وأكلت مهلبية تزينها بإيه؟ شوية فول سوداني، شوية فستق، شوية عين جمل من غير ما تحمصيهم ولا تدخلهم الفرن وتقدمها لأولادك بألف هنا وشفا. أنا بدأت بالمهلبية لأن بحب أكلها بالطريقة دي. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.